السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من أخبار الكون والطقس. عاصفة ثلجية قوية تضرب مناطق في المملكة المتحدة. لكن في البداية لا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا تنسوا دعم هذا الفيديو بالإعجاب. وإذا أردتم متابعة أهم القضايا والأحداث الكونية فاشتركوا في هذه القناة ليصلكم الخبر موثقا من مصدره أولا بأول. تعالوا لنرى هذا الخبر من المملكة المتحدة. تسبب تساقط الثلوج وتكون الجليد في اضطرابات بأجزاء من المملكة المتحدة خلال ليل السبت والأحد، ويبدو أن الطقس البارد سيستمر هذا الأسبوع مع توقعات بتساقط الثلوج مجددا في أجزاء من شرق وجنوب إنجلترا وكذلك اسكتلندا. وتم إلغاء ما لا يقل عن 30 رحلة جوية من مطار هيثرو صباح الأحد، حيث غطى الضباب المتجمد لندن، ومن المحتمل أن يتسبب الثلج والجليد في مزيد من المشاكل المسافرين في ساعة الذروة يوم غد الاثنين. وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرا أصفر للثلوج والجليد في معظم أنحاء اسكتلندا وكذلك لندن وجنوب غرب إنجلترا حتى صباح يوم الغد. وقالت إيلي ويلسون خبيرة الأرصاد الجوية إن موجة البرد والصقيع ستستمر خلال الأسبوع المقبل مع درجات حرارة متدنية جدا حتى في النهار. وأضافت كان الثلج اليوم الأحد أكثر قليلا مما كنا نتوقع. هذه الأخبار الفائدة منها معرفة الأخبار وأخذ العبرة والعظة واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت. شكرا جزيلا، دمتم في أمان الله.